تاني مثال معانا على الديناميك بروجرامينج مشكلة اسمها زيرو اور وان نبساك بروبلم. اتكلمنا قبل كده عن النبساك بروبلم، قلنا النبساك بروبلم بكل بساطة ان انا بيبقى عندي مجموعة من العناصر عددهم مثلا ان، كل عنصر ليه وزن معين وقيمة معينة، ومعايا شنطة بتسع لحد وزن معين اسمه مثلا سي، يعني ليها ساعة معينة اللي هي السي. انا عايز اختار مجموعة عناصر بحيث ان انا اوصل للماكسيمم فاليو، لاكبر قيمة اقدر اوصل لها. طبعا ديت مشكله اوبتمايزيشن بروبلم، لان انا عندي السوليوشن بتاعي او الحل اللي انا عايز اوصل له ليه شروط معينه، يعني يا اما ماكسيمم في حاجه يا اما مينيمم في حاجه، فدي مشكله اوبتمايزيشن. فقلنا مشكله الاوبتمايزيشن بتتحل بالجريدي الجوريزم. طيب تعالوا نشوف ازاي احل النبساك بروبلم بالجريدي الجوريزم. احنا اتكلمنا عليها قبل كده في السكشن اللي فات، شفنا ازاي بحل النبساك بروبلم بالجريدي الجوريزم. طيب النبساك بروبلم ليها نوعين، اول نوع اسمه فراكشنال نبساك بروبلم، وتاني نوع زيرو اور وان نبساك بروبلم. في الفراكشنال نبساك بروبلم انا ممكن اخد جزء من العنصر بتاعي، يعني مثلا لو انا فاضل معايا مثلا في الشنطه 30 كيلو وانا فاضل مثلا 20 كيلو وانا معايا العنصر 30 كيلو، فممكن اخد 20 كيلو من ال 30 كيلو دول. ولكن الزيرو اور وان ما اقدرش اخد جزء من العنصر، يعني يا اما اخد العنصر يا اما ماخدوش، عشان كده سموها زيرو اور وان، يعني عشان اي عنصر يا اما هاخده يا اما مش هاخده، ما ينفعش اخد جزء منه. فلو انا فاضل معايا في الشنطه 20 كيلو والعنصر بتاعي 30 كيلو، فكده العنصر ده مستحيل ان انا اخده. طيب تعالوا نطبق الابروتش او الحل اللي احنا استخدمناه في الجريد الجوريزم على الزيرو اور وان نابساك بروبلم، ونشوف هل هتجيب لنا احسن حل ولا لا. في الفراكشن نابساك بروبلم قلنا اللي انا بعمله ان انا بحسب القيمه مقابل كل وحده وزن، وببدا اخد اكبر عنصر عندي وبحطه في الشنطه بتاعتي. فاخدت مثلا اول واحد لقيت الكبير هو العشرة فحطيته في الشنطه، بعدين خدت ال20، بعدين خدت 20 من ال30، يعني عنصر الوزن 30 انا خدت منه 20 بس عشان كان فاضل معايا في الشنطه 20. تعالوا نطبق الكلام ده على الزيرو اور وان نابساك بروبلم. هحسب برضو القيمة مقابل كل وحدة وزن، فعندي أكبر قيمة اللي هي ال10، يعني أكبر قيمة اللي هي الستة للوزن بتاع 10، فاخد ال10 معايا. طيب يتفضل معايا في الشنطة 40، أروح للي بعد كده، اللي بعد كده القيمة بخمسة اللي هي وزنها 20، فأحط ال20 في الشنطة. طيب بعد كده القيمة 4 وزنها 30، ف30 ما اقدرش ان انا اخدها، فكده انا خلاص انا وصلت لاقصى حاجة اقدر احطها في الشنطة بتاعتي. طيب البروفيت بتاعي او المكسب بتاعي عندي هنا كام؟ انا خدت ال10 وال20، فالمكسب بتاعي 160. طب حلو، هل ده اكبر مكسب اقدر اوصل له؟ لو جينا نبص هنلاقي ان هو لا، لان انا كان ممكن اخد ال20 وال30، فالمكسب بتاعي هيبقى 220. يعني الطريقه دي او الحل ده ما وصليش للماكسيمم بروفيت او ماكسيمم فاليو اقدر ان اوصل لها، ما جابليش الاوبتيمم سوليوشن، الحل الامثل بالنسبه لي. فيبقى الجريدي الجوريزم ما ينفعش ان انا اطبقها على مشاكل زي الزيرو اور وان نابساك بروبلم. طيب تعالوا نفكر في حل تاني للموضوع ده. انا كان السبب بتاعي ان انا ما وصلتش للاوبتيمم سوليوشن ان انا في احتمالات انا ما خدتهاش في حسابي، يعني انا الحل بتاعي ممكن يبقى فيه اكتر من احتمال. فانا الطبيعي او المنطقي ان انا اللي انا اعمله ان انا احسب كل الاحتمالات، يعني كل المشاكل الممكنه او كل الحلول الممكنه، واشوف مين احسن حل فيهم. يعني احسب القيمه بتاع كل سب سيكونس، هو طبعا هو الحل بتاعي هيبقى مجموعه من السب سيكونس، يعني مجموعه اجزاء من العناصر، يا اما اخد العنصر الاول مع الثاني او الاول مع الثاني مع الثالث او الثاني مع الثالث او ايا كان. فاحسب كل الاحتمالات وبعدين احسب القيمه بتاعه كل جزء من الاجزاء ديت او كل احتمال من الاحتمالات دي واخد اكبر قيمه فيهم. طيب الموضوع ده هياخد مني وقت قد ايه؟ تعالوا نشوف. لو انا عندي الاوزان بتاعتي 10 و20 و30 والقيم برضو 60 و100 و120، عشان احسب كل الاحتمالات، ايه الاحتمالات الممكنة عندي؟ اول احتمال ان انا ممكن اخد العنصر لوحده،
كل عنصر لوحده، فكده يجي لي 3 احتمالات، او اخد كل عنصرين مع بعض فيجيب لي 3 احتمالات تانيين، او اخد ال3 عناصر مع بعض فيجيب لي احتمال جديد. طب لو انا كان عندي 4 عناصر، كان ممكن اخد كل عنصر لوحده، او كل عنصرين مع بعض، او كل 3 عناصر مع بعض، او اخد ال4 عناصر مع بعض، فلاقي ان عدد الاحتمالات بيزيد بطريقة كبيرة جدا بالنسبة لحجم الانبوت بتاعي. فلو انا عندي عدد n من العناصر، هيبقى عندي 2 اس n من الاحتمالات. هنا لو عدينا الاحتمالات هلاقي ان هم 1 2 3 4 5 6 7، دول 7 احتمالات، وفي احتمال تامن ان انا ما اخدش اي حاجة اصلا. فاتنين اس ان اللي هي 2 اس 3 اللي هي بتساوي 8، اللي هو عدد العناصر بتاعتي ب3. فلو انا حليت او مشيت في السكة دي ان انا احسب كل الاحتمالات، هياخد مني وقت كبير جدا. 2 اس ان، 2 اس ان ده رقم كبير، ده اكبر من ان تربيع وان تكعيب وان تربيع لوج ان، واكبر من الليلة دي كلها. يعني انت لو عندك مثلا لو 10 عناصر، ف2 اس 10 ب 1024، هتعمل 1024 عملية، حاجة مش كويسة خالص. طيب نحل الموضوع ده ازاي؟ هنستخدم الديناميك بروجرامينج. انا عندي هنا مثال صغير، يعني صغرنا الارقام بتاعتنا، بدل ما هي 10 20 30 نشتغل بس على 1 و2 و3. وعندي الساعة بتاعتي ب5 بدل ما كانت 50، المفروض يتعنى نفس الناتج اللي هو 220، ان ده الماكسيمم بتاعي، ان اكبر حاجة ممكن اخدها هنا اللي هي الاتنين والتلاتة مع بعض، القيمة بتاعتهم او مجموعهم 5 وقيمتهم ب220 اللي هي 100 زائد 120. طيب تعالوا نفكر بقى بطريقة دايناميك بروجرامينج. دايناميك بروجرامينج يعني انا هخزن الحلول بتاعتي، واخزن يعني عندي حاجتين، يا اما التوب داون ابروتش او بوتوم اب ابروتش، يا اما استخدم المومايزيشن او التابيوليشن. في الغالب او الاكثر استخداما هو التابيوليشن في الحالات اللي زي دي بالذات، يعني لو انا عايز استخدم الاوبتيمال سبستراكشر، ان استخدم الديناميك بروجرامينج كبديل للجريدي الجوريزم، ففي الغالب احنا بنستخدم التابيوليشن. طبعا ممكن تحلها مومايزيشن عادي، ولكن تعالوا نفكر فيها بقى ايه بطريقة التابيوليشن، بتبقى اسهل ساعات. انا عندي هنا مجموعة اوزان ليها مجموعة قيم، وعندي الساعة بتاعتي ليها قيمة معينة. طب التابيوليشن يقول لك ايه؟ يقول لك انا ببني الحل بتاعي بوتوم اب، يعني مبنيه من تحت لفوق. من تحت لفوق معناها ان انا بوصل لاصغر جزء في المشكلة بتاعتي احله، وبعدين اكبر الجزء ده، او اوصل للجزء اللي بعده، الجزء الاكبر فالاكبر فالاكبر، وهكذا وانا ماشي. طيب تعالوا نشوف ايه الحاجتين اللي ممكن يتغيروا عندي، او ايه الحاجات، مش لازم يبقوا 2، ممكن يبقوا 2 3، اي عدد يعني. ايه الحاجات اللي ممكن تتغير عندي، الحاجات اللي انا ممكن اصغرها عشان اوصل للحجم، او اوصل لحجم مناسب من المشكلة ان انا اقدر احلها. هلاقي ان انا يا اما اصغر الساعة بتاعة الشنطة بتاعتي، ان هي بدل 5 ممكن مثلا اصغرها لحد 1، يا اما اقلل عدد العناصر، يعني عدد العناصر بدل ما هو 3 يبقى عنصر واحد بس. فانا ممكن اغير في الاتنين دول، فظهر معايا هنا عنصرين اقدر اغيره، يا اما عدد العناصر يا اما الساعة بتاعة الشنطة بتاعتي. طيب تعالوا نفكر بقى، لو انا عندي عنصر واحد بس، والساعة بتاعتي ليها اي عدد، طب ايه الاحتمالات اللي انا ممكن اوصل لها؟ يا اما احط العنصر يا اما مش هحطه. طيب لو انا حطيت العنصر، فيبقى كده هو ده الماكسيموم بتاعي، يعني لو انا عندي عنصر واحد بس، والشنطة بتاعتي لها ساعة معينة، وهي ممكن تشيل العنصر ده، فلو هي ممكن تشيله فأنا هحط العنصر ده جواها وخلاص. طيب لو أنا عندي عنصرين، همشي بنفس الطريقة، هاخد العنصر الأولاني ممكن أحطه وممكن ما أحطوش. طب لو أنا عندي 3 عناصر، فاخد مثلا العنصر الأولاني أو الأخير، ممكن أحطه وممكن ما أحطوش. فأي عنصر عندي
ممكن يتحط جوه الشنطة او ما يتحطش. اللي انا بعمله ده انا بحاول ادرس المشكلة بتاعتي عشان اوصل لعلاقة توصلني للحل، يعني ايه الخطوة اللي انا ممكن امشي عليها عشان اوصل للحل بتاعي. فبنجيب كده يعني ريليشن او معادلة او علاقة رياضية بتوصف الحل بتاعنا. طيب الحل بتاعنا هنا بالنسبة لنا معتمد على الاحتمالات بتاعت اي عنصر من العناصر، يا اما العنصر ده يبقى محطوط معايا يعني ممكن اخده معايا، يا اما مخدوش. طيب انهي احتمال فيهم اللي انا همشي عليه؟ يعني هل هاخد العنصر ولا مش هاخده؟ طبعا انا هاخد الاحتمال اللي يجيب لي اكبر قدر ممكن او يجيب لي اكبر قيمة ممكنة. فهنلاقي ان العلاقة الرياضية بتاعتنا هي كالتالي، ان ال K of I وال J، هنعرف ايه هما ال I وال J دلوقتي، بيساوي انا عندي احتمالين وانا هجيب الماكسيمم فيهم. طيب ايه الاحتمالين دول؟ الاحتمالين دول يا اما ان انا اخد العنصر اللي رقمه اي، يعني انا مثلا شغال على العنصر الاي ده مثلا اللي هو التلاتة، عايز اشوف هل هاخد التلاتة ديت معايا ولا لا. فيبقى الاحتمال بتاعي ان انا اول احتمال لو انا هاخده معايا فيبقى هاخد القيمة بتاعته ال V of i ناقص واحد، هنشوف يعني ليه i ناقص واحد برضو كمان شوية، زائد ال K of i ناقص واحد. ايه بقى حكاية ال K of i ناقص واحد دي؟ انا عندي ال K ديت ال array اللي انا هخزن فيها القيم اللي انا وصلت لها، ال values اللي انا جبتها عشان اشوف ايه هي اكبر value اقدر اوصل لها. فهاخد ال K of ال i وال j، دي معناها الاكبر قيمة انا هوصل لها لو انا خدت العنصر رقم i والساعة بتاعتي كانت جي. هنشوف ايه الاي والجي كمان شوية يعني لما نيجي نطبق العلاقة دي. طيب لو انا خدت العنصر بتاعي، لو خدت العنصر اللي هو مثلا الاي، فانا كده هاخد القيمة بتاعته، تمام، قيمة العنصر ده. طبعا انا كاتب هنا اي ناقص واحد لان مثلا الاندكس بتاع الاري بيبدأ من الصفر، فانا هاخد القيمة بتاعت العنصر ده لو هو موجود معايا، فيبقى قيمته هتحسب معايا. طيب يبقى كده انا خدت العنصر وعدد العناصر قل، عدد العناصر قل والسعة الاجمالية قلت، لان انا لما خدت العنصر فالمفروض ان انا هنقص الوزن بتاعه من السعة اللي فاضلة في الشنطة بتاعتي. فيبقى لو انا خدت العنصر هيبقى المكسب اللي انا هحصل عليه هو القيمة بتاعة العنصر ده مجموع عليها الأكبر قيمة أو القيمة بتاعت العناصر اللي باقية لو أنا قللت حجم الأري أو قللت حجم الشنطة بتاعتي، ده لو خدت العنصر. طيب لو ما خدتوش هيبقى أنا ما خدتش العنصر، فالحجم بتاع الشنطة ما زال زي ما هو ولكن عدد العناصر هو اللي قل بواحد. طيب كلام مش مفهوم، كلام غريب، تعالوا نجيب الموضوع من الأول واحدة واحدة. احنا قلنا ان انا عندي حاجتين ممكن اغير فيهم، يا اما عدد العناصر اللي انا هاخدها في الشنطة يا اما الساعة بتاعت الشنطة نفسها. طيب انا هصغر الشنطة ديت او هصغر كل واحد فيهم لاصغر جزء منهم، يعني عدد العناصر اصغر عدد ممكن اوصل له ان هو يبقى صفر اصلا، ان انا ما عنديش عناصر اخدها، او ممكن نقول ان انا عندي عنصر واحد. والساعة بتاعت الشنطة بدل ما هي خمسة فأصغر ساعة ممكن أوصلها إن هي بتاخد واحد، خلي بالك هي بتاخد 1 كيلو. فأنا هلعب على النقطتين دول، أنا عندي عنصرين بيتغيروا، أو الحل بتاع المشكلة معتمد على حاجتين. طالما هو معتمد على حاجتين فأنا هعمل ماتريكس تو دايمنشنال أري. في بوناتشي سيريز أنا كان عندي حاجة واحدة بس اللي بتتغير اللي هي ال n، فأنا عملت array اللي هي one dimensional array، لكن هنا أنا عندي عنصرين بيتغيروا أو حاجتين أقدر أغيرهم، فأنا هعمل two dimensional array. الصفوف أو الأعمدة هتمثل لي الوزن أو السعة بتاعة الشنطة ديت، عشان ما نتلخبطش ممكن نغير ديت نخليها سي. فيبقى عندي الأعمدة بتمثل السعة بتاعة الشنطة، طبعا هبدأ من صفر لحد أقصى
ساعة عندي اللي هي بالنسبة لي هنا الخمسة، والصفوف بتمثل عدد العناصر اللي عندي. خلي بالك بتمثل عدد العناصر مش أوزان العناصر، لأن دول العنصرين اللي بيتغيروا معايا. طب أنا عايز أغير العنصرين دول، يعني واحد يقول لك ممكن يبقى عندي إن أنا عندي عنصر واحد بس والساعة بتاعت الشنطة بواحد، أو عندي عنصرين والساعة بتاعت الشنطة بواحد، أو عندي عنصر والساعة بتاعت الشنطة باتنين، فلاقي كده إن أنا عندي عنصرين بيتغيروا، فعشان أتعامل معاهم رياضيا هنمثلهم بماتريكس أو نحطهم في جدول. إحنا هنا هو واضح بالنسبة لنا إن هو جدول، ده رياضيا أو انسانيا، لكن برمجيا هي هتبقى عباره عن ماتريكس، تو دايمنشنال اري. الماتريكس دي انا مسميها كي، الكي ديت يعني اختصار لنفسك. طيب ايه بقى وظيفه الماتريكس دي؟ وظيفه الماتريكس ان انا هستخدمها عشان اوصل لاقصى حاجه ممكنه او لاقصى بروفيت ممكن عندي، اكبر مكسب. فاللي انا هعمله ان انا هثبت احتمال منهم وبغير في التاني. يعني مثلا هثبت عدد العناصر بتاعتي ان هي تبقى واحد مثلا، وهغير في الساعة بتاعت الشنطة بتاعتي، اشوف هل ممكن او هل ايه الاحتمالات اللي انا ممكن استخدمها او ظهر عندي بالنسبة للاحتمال ده. بعدين اغير عدد العناصر وابدأ يعني اثبتها، طبعا هي اتغيرت بدل واحد تبقى اتنين، اثبت الاتنين وابدا اغير في الساعه، بعدين اثبت التلاته وابدا اغير في الساعه، وهكذا. طيب تعالوا ايه نمشيها واحده واحده. انا عندي هنا لو انا عندي عنصر واحد بس والشنطه بتاعتي بتاخد 1 كيلو، طب نشوف عنصر واحد معناه ان انا عندي العنصر الاولاني، خلي بالك معايا العنصر الاولاني بس اللي هو القيمه بتاعته ب60. طيب لو انا معايا العنصر الاولاني بس والشنطة بتاعتي بتاخد 1 كيلو، هل ممكن احط العنصر ده في الشنطة؟ طبعا ده بناء على الوزن بتاع العنصر، لو الوزن بتاع العنصر اقل من او يساوي الساعة بتاعت الشنطة يبقى تمام ممكن احطه، طب لو كان اكبر من الساعة بتاعت الشنطة يبقى مش ممكن احطه. طيب انا عندي هنا العنصر الاولاني الوزن بتاعه 1 والساعة بتاعت الشنطة 1، فكده هو ممكن يتحط. ف لو انا خدت العنصر ده هيبقى المكسب بتاعي ب60. طيب لو انا عندي الساعة بتاعت الشنطة 2 وانا معايا عنصر 1 برضه، خلاص طالما الساعة بتاعت الشنطة 2 وانا معايا عنصر 1 فيبقى ده العنصر الوحيد اللي انا ممكن اخده، ده العنصر ده ممكن اخده لان انا معايا الساعة بتاعت الشنطة 2 وانا معايا عنصر 1 بس والساعة بتاعته 1 أو حجمه 1، فأنا ممكن أحطه جوه الشنطة فيبقى ده العنصر اللي أنا هاخده، فيبقى برضو المكسب بتاعي 60. وكذا برضو لو أنا الساعة بتاعت الشنطة 3 أو 4 أو 5 هلاقي إن المكسب بتاعي ب60. طيب تعالوا نشوف الاحتمال اللي بعد كده. لو أنا معايا عنصرين بقى، معايا عنصرين معناها إن أنا هاخد الأول والتاني. خلي بالك هي 2 هنا مش معناها العنصر اللي الوزن بتاعه 2، هي 2 هنا بتدل على عدد العناصر بتاعتي. فلو انا معايا عنصرين، لو الساعة بتاعت الشنطة بواحد فكده مفيش عندي اي احتمال الا ان انا اخد العنصر الاولاني اللي الوزن بتاعه بواحد، فيبقى المكسب بتاعي ب60. طيب لو الساعة بتاعت الشنطة ب2 فيبقى كده هاخد العنصر التاني اللي هو الوزن بتاعه ب100، فيبقى ده الماكسيمم بتاعي اللي هو 100. طيب لو ساعة الشنطة ب3، لو الساعة بتاعت الشنطة ب3 فأنا ممكن آخد الاتنين عادي مفيش أي مشكلة، لأن الاتنين مجموعهم ب3 فيبقى المكسب بتاعي 160، وبعد ال160 هيبقى نفس الموضوع، يعني لو كان معايا الساعة بتاعت الشنطة 4 أو الساعة بتاعت الشنطة 5. طيب لو انا معايا 3 عناصر، انا هنا بقى هبقى شغال على العنصر التالت، انا في 2 ببقى شغال على العنصر التاني، طيب في 3 انا ببقى شغال على العنصر التالت. يعني انا عندي هنا الكي اوف الاي والجي، الاي بتاعتي ب3 والجي ب1. تعالوا نشوف. فلو انا عندي 3 عناصر والساعة بتاعت الشنطة ب1، نشوف العنصر التالت، هل ممكن اخد العنصر التالت؟
لا مش ممكن، لأن العنصر الثالث الوزن بتاعه ب3. طيب أنا مش هاخد العنصر الثالث، فكده خلاص أنا هتجاهل العنصر ده، فيبقى أكبر قيمة ممكن أوصل لها هي القيم لو أنا قللت عدد العناصر بواحد، هي أكبر قيمة وصلت لها لو أنا قللت عدد العناصر بواحد والشنطة بتاعتي ما زالت الساعة بتاعتها زي ما هي، لأن أنا ما خدتش العنصر ده فما أثرش في الساعة بتاعت الشنطة بتاعتي. فانا هقلل عدد العناصر بواحد والشنطه تفضل زي ما هي والساعه تفضل زي ما هي، فيبقى بدل ما انا شغال على 3 و1 انا هشتغل على 2 و1، فيبقى الساعه بتاعتي او المكسب اللي انا وصلت له هو ال60. طيب نكبر الساعه بتاعت الشنطه، لو انا معايا 3 عناصر والساعه بتاعت الشنطه 2، اكبر مكسب اوصل له هلاقي برضو ان هو ال100. طيب لو انا معايا 3 عناصر وانا شغال او معايا 3 عناصر والساعه بتاعت الشنطه 3، طب العنصر الثالث كام؟ 120، يبقى ممكن اخد العنصر ده معايا. طب هنا بقى يظهر معايا الاحتماليه، يا اما ممكن اخد العنصر يا اما ما اخدوش، فانا احسب الماكسيمم فيهم. لو انا خدت العنصر الثالث ده هيبقى عندي المكسب بتاعي ان ال V of I ناقص 1، يعني القيمه بتاعت العنصر الثالث اللي هي بالنسبه لي 120 هزود عليها. لما انقص من العناصر واحد يعني عدد العناصر هيبقى 2، خلاص انا خدت العنصر ده فالعناصر المتبقية معايا هو 2. طب الساعة بتاعت الشنطة هتقل بمقدار وزن العنصر ده، فتبقى الساعة بتاعت الشنطة بدل ما كانت 3 هتقل بمقدار وزن العنصر. طب وزن العنصر كام؟ ب3، فيبقى عندي الساعة الجديدة للشنطة هي 3 ناقص 3 اللي هي بصفر، فيبقى عندي الكي اوف 2 و0 2 و0 اللي هي بصفر. فيبقى عندي هنا القيمة اللي انا هحصل عليها لو انا خدت العنصر ده هي 120 زائد 0 اللي هي بتساوي 120. طيب لو انا ما خدتش العنصر هقلل عدد العناصر بواحد والساعة هتفضل زي ما هي، عدد العناصر قل بواحد معناها ان انا معايا عنصرين، يعني انا هشتغل في الاي ب2 والساعة زي ما هي يعني 3 اللي هي 160. يعني أنا لو خدت العنصر هكسب 120 ولو ما خدتوش هكسب 160، فيبقى أنهي أحسن فيهم أو أنهي أكبر؟ طبعا اللي هي 160. فيبقى لو معايا 3 عناصر والساعة بتاعت الشنطة 3 فالمكسب اللي أنا هحصل عليه هو 160. طيب نكبر الساعة بتاعت الشنطة، أنا مازال معايا 3 عناصر والساعة بتاعت الشنطة هي 4. طب نشوف العنصر الثالث ممكن اخده وممكن ما ناخدوش، هنحسب برضو الاحتمالين دول ونشوف اكبر احتمال فيهم. لو انا خدت العنصر الثالث فيبقى عندي ال V of I ناقص 1 اللي هي ب 120، طبعا هنا I ناقص 1 لان الاندكس بتاع الاري بيبدا من ال I، بيبدا من الصفر، اسف هو بيبدا من الصفر، فعندنا هنا وعملنا ان الاي ناقص 1 عشان لو الاي ب3 فانا عايز العنصر الثالث اللي هو الاندكس بتاعه ب2. طيب خدت العنصر ده فانا هنقص الوزن بتاعه، فيبقى عندي الساعة الجديدة هي 1 بدل ما كانت 4 تبقى 4 ناقص 3 اللي هي 1، وعدد العناصر 2 فيبقى 2 و1 اللي هي 60. فلو انا خدت العنصر ده اكبر قيمة هوصلها هي 120 زائد 60 اللي هي ب 180. طيب لو انا ما خدتوش هوصل لايه؟ عدد العناصر هيقل بواحد والساعة زي ما هي اللي هي 2 و4، 2 و4 كانت بتديني من الجدول هنا 160. خلي بالك انا كل الحاجات ديت محسوبة معايا، يعني كل القيم اللي انا محتاجها موجودة معايا على طول، فوانا ماشي انا بجمع حاجات من اللي انا عديت عليها قبل كده واشتغل عليها، بجمع حاجات من اللي انا عديت عليها قبل كده واشتغل عليها. فيبقى لو انا خدت العنصر هحصل على 180 ولو انا ما خدتوش هحصل على 160، فيبقى الماكسيمم بتاعي هو ال 180. طيب نشوف الاحتمال اللي بعد كده، لو انا عندي 3 عناصر والساعة بتاعت الشنطة ب5، يا اما اخد العنصر الثالث يا اما ما اخدوش، هحسب برضو الاحتمالين دول هلاقي ان انا عندي لو انا خدت العنصر الثالث فيبقى عندي هنا 120 زائد الاي هتبقى ب2 او عدد العناصر 2 والساعة هتبقى ب2 برضه، لان بدل ما هي 5 تبقى 5 ناقص 3 اللي هي ب2، ف2 و2 جايبالي هنا 100،
فيبقى عندي 120 زائد 100 اللي هي ب 220. طيب لو انا ما خدتش العنصر فيبقى عندي 2 و5 اللي هي 160. فالإجمالي طبعا أو الأكبر قيمة اللي هي 220، فتبقى دي كده أكبر قيمة أقدر أوصل لها لو أنا اشتغلت على الحل ده، يعني دي أكبر قيمة أقدر أوصل لها من مجموعة العناصر دي. طيب نعيد الموضوع تاني ببساطة. اللي أنا عملته، أنا فكرت في المشكلة بتاعتي بوتوم أب أبروتش، فصغرت المشكلة بتاعتي لأصغر جزء ممكن. لقيت ان انا عندي حاجتين ممكن اغيرهم، اللي هي السعة بتاعت الشنطة او عدد العناصر اللي انا شغال عليها. فطالما عندي حاجتين اغيرهم فانا كده هعمل جدول فيه صفوف واعمدة، وجدول صفوف واعمدة بيترجم في البرمجة الى ماتريكس او تو دايمنشنال اري. الجدول ده انا هستخدمه عشان اخزن فيه الحلول بتاعتي. بدأت واحدة واحدة. لو انا طبعا عندي السعة بصفر او عدد العناصر بصفر هيبقى المكسب بتاعي بصفر، السعة بصفر، يعني انا معيش شنطة اصلا فانا مش هاخد اي مكسب، او مفيش عناصر اقدر اخدها. ولو انا ما عنديش عناصر ومعايا شنطة فمفيش برضو مكسب، فيبقى المكسب بتاعي بصفر. بعد كده بدأت ابني الحل خطوة بخطوة. لقيت ان لو انا عندي مثلا عنصر واحد والسعة بتاعتي بواحد، ف شوف ممكن اخد العنصر ده وممكن ماخدوش، لان ممكن يكون العنصر اقل من الساعة او يكون اكبر منها. فظهر عندي كده ان انا عندي اي عنصر هيبقى ليه احتمالين، يا اما اخد العنصر ده يا اما ماخدوش. فبدأت احسب الاحتمالات ديت، يعني احسب الاحتمالين بتوعي. لو انا خدت العنصر هكسب قد ايه، ولو انا ماخدتوش هكسب قد ايه، وبعدين اخد اكبر مكسب فيهم. لقيت لو انا خدت العنصر فاللي انا هكسبه هو قيمة العنصر مجموع عليها اللي انا كسبته، او اكبر قيمة انا كسبتها. خلي بالك انا في الجدول ده بخزن اكبر قيمة ممكن اكسبها، فيبقى القيمة اللي انا كسبتها لو عدد العناصر قل بواحد لان انا شلت العنصر ده خلاص، والساعة بتاعت الشنطة قلت بمقدار وزن العنصر اللي انا خدته، او لو انا ما خدتوش فعدد العناصر هيقل بواحد والساعة هتفضل ثابتة. احسب الاحتمالين دول بعدين اجيب الماكسيمم بتاعهم، اكبر قيمة ليهم. اكمل الجدول عادي بمشي معاه، ولحد في الاخر هوصل لاكبر قيمة انا اقدر اوصل لها، او اكبر مكسب اقدر اوصل له. لو جينا نشوف الكود بتاعها هيبقى حاجة بالشكل ده. انا عندي هنا طبعا ال W وال V دول الاري بتوع العناصر، ال W بتاعت الوزن وال V بتاعت القيم، وعندي ال N اللي هو عدد العناصر، وال C اللي هي السعة بتاعت الشنطة بتاعتي. هعمل array اللي هي الكي او الماتريكس اللي هي الكي، ان زائد واحد وسي زائد واحد، لان انا معايا في الصفر انا عايز ان انا ابدأ، يعني الاري بتبدأ من الصفر. وانا لو انا كله بصفر، يعني لو رجعنا للجدول بتاعنا، فلو هنا بصفر الصفوف بصفر او الاعمدة بصفر فيبقى الناتج بتاعها بصفر، ففي صف وعمود زيادة معايا، فهزيد عن السي بواحد وعن الان بواحد. بعد كده بعمل اللوب بتاعتي الاي والجي، بقول له لو اي واحد فيهم بصفر فخلاص هتبقى القيمة بتاعته بصفر. طيب لو كان الوزن بتاع العنصر اللي انا واقف عليه دلوقتي ال W of ال I ناقص واحد، طبعا انا واقف في ال I فالعنصر اللي انا عايزه موجود في ال I ناقص واحد، ان الاندكس هيقل بواحد. لو هو اقل من او يساوي ال J، ال J دي بتمثل لي الساعة بتاعت العنصر او الساعة بتاعت الشنطة، لو هو اقل منها او يساويها اروح احسب الماكسيمم بينهم واخزنه في ال K of ال I وال J. طيب لو مش اقل منها او يساويها، يعني لو كانت الوزن بتاع العنصر اكبر من السعة فاكيد انا مش هقدر اخده معايا، فهنا ما عنديش الا احتمال واحد بس، ان ال K of I ناقص واحد وال J ان هو عدد العناصر يقل بواحد والسعة بتاعت العنصر تفضل زي ما هي. وهي دي كده النبساك بروبلم وازاي حلها بالديناميك بروجرامينج.